ما زلنا مع اليوم السابع والعنوان يقول تجميد صرف مساعدات ل 72 ألف مواطن في تكافل وكرامة. دكتورة نيفين القباج أكدت، وهي مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه الآن تم تجميد صرف مساعدات لعدد 27 ألف مواطن في برنامج تكافل وكرامة خلال الأيام الماضية، والسبب أنه لابد من التأكد من استحقاق 27 ألف تحديدا لهذه المساعدات وفقا للضوابط والشروط الخاصة بهذا البرنامج. دكتورة نيفين بتقول أنه التوسع في البرنامج في العديد من المحافظات جاري، ويتم صرف مساعدات حاليا لعدد حوالي 1,380,000 أسرة ضمن هذا البرنامج في العديد من المراكز الأكثر فقرا، وقالت أنه التوسع في هذا البرنامج سيتم أيضا خلال الفترة المقبلة.